السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كي راكم دايرين؟ صافا شويه غايه، نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم خوتي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم، تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم، نقول لكم بارك الله فيكم. رانا توجور معكم باش نفيدكم كل الاسئله ولا الاجوبه اللي تتعلق فيزا اسبانيا ولا فرنسا. خوتي كيما درنا لكم قبيله، هذاك الاخ اللي كان تحصل على الفيزا، حلاق حصل على الفيزا وكانت من بين اسهل الفيزات اللي ممكن اي واحد يديرها، هي ببطاقه حرفي سهله عاديه، يعني نقدر اي واحد يديرها. دروك رانا جبنا لكم تاني تقريبا كيفها، بعد البطاقه الحرفي يجي السجل التجاري تاني اللي ممكن اي واحد يدير بالسجل التجاري خير من اللي يروح. غادي يكون جي صاحبي تشوف السجل التجاري غادي باش تحلها، نقول لك اصبر عام. كاين اللي يقول لك لا انا ما نقدرش نصبر عام ومنه ومنه، غادي تسقسيه من مين تارك تخمم في الفيزا، يقول لك راني في 5 سنين ولا نخمم ومازال ما درتش ومنه منه، ولا يروح عند واحد يدير له دوسي مسكاني يسيب روحه حاصل، يسيب روحه من بعد يدير دوسي مسكاني اللي يعاود يصبر عام ولا باش يعاود يدفع اللي تحلبوا له بلي عطاو موتيف دوز وكل شيء. هي من الافضل من الاولى واحد يصبر ويدير حاجه شابه كيما هكا فيها خير ان شاء الله. شوفوا هذا الاخ ثاني كراسل لنا، السلام عليكم. الحمد لله عطاوني 45 يوم في شهر اسبانيا اول طلب. دوك نسمعوا خويا خوتي شا قال لنا ونزيدوا نطرحوا عليه حنا اسئله اللي تستفادوا منها نتوما. قبل ما يبدا خوتي اللايف هذا ما تنساوش، قبل ما يبدا هذا الفيديو ما تنساوش لي جام خوتي باش يزيد يوصل الفيديو للناس واحد اخرين اللي قد يبارطاجي اي بارطاجي، باسكو نعرفوا بلي ناس بزاف يقول لك هاد الامور يبغي يديرهم يعني كيما نقولوا في السطره، ما يبغيش الناس تعرف كل شيء. معليش ما نجمش دير جام وخليه يوصل لواحد اخر اخوان، نسمع اخواتي. السلام عليكم خويا مراد، الحمد لله اليوم انا ريكبيريت الباسبور وعطوني فيزا 45 يوم في الشهر. انا تاجر وكوميرسون وكنت نسقسيك والحمد لله وكنت نتبع قاعش كنت تقول لي في 6 مواولة وانا نتبع قاعش كنت تقول كنت ندير بغي ندير لك فيديو ماشي مشكل غي قول لي وندير لك فيديو. بالنسبة للفيزا تاع خونا هذه هي يا اخواتي هكا باش بعض الناس يكون هاني، ياكم فاهمين خاوتي، باسكو بعض الناس يقولك بلي هذا غي هذاك وهذا منا وهذا تعرفه وهذا منا منا، حنا ما خصناش هذيك الهضره على بها، رانا نجيبوكم. اما لليدات خاوتي راكم تشوفوا فيهم جدد، هاي عطاوها 30 يوم عطاوها ميلتي يعني نجم يروح ويجي في اي وقت كيما يبغي، يروح ويجي يبغي يقدر يروح زوج خطرات ثلاث خطرات كيما بغى، عنده 30 يوم يقدر يقسمها على 3 10 10 10 يروح عادي. ننصحكم خاوتي اللي تكون عنده فيزا كيما خطرتها الاولى وعطاوها مثلا 30 يوم ما يروحش يقعدها كاع 30 يوم من المره الاولى. نزيدو نسمعوا لي فوكال تاعو خاوتي هكا باش نزيدو نطرحوا عليه اسئله وتستفادوا منهم نتوما ما شاء الله. وبعث لي التفاهم دونك نعاودو. السلام عليكم خويا مراد، صحه فطورك؟ ذاك ندير لك واحد الصوالح اللي تحتاجهم ان شاء الله وبعث لي التفاهم. بسم الله. السلام عليكم، صحه فطوركم؟ الحمد لله نحمد ربي سبحانه ثم فضل مراد اللي تبعنا النصائح تاوعو كما كان يقولنا كنا نديرو، تبعناهم ايطا باريطا. الحاجة اللي كنت نحتاجها ونبغي نسقسي عليها نروح لي فيديو تاعو نسيبو. السلام عليكم. هذه نقطة مهمة خاوتي، قادر كاع تسألني أنا ما نجاوبكش، ما يكونش عندي الوقت ولا ما نجاوبكش، أي نقطة رانا دايرين عليها في فيديو، أي نقطة رانا دايرين عليها فيديو، ما تلاقش في لي فيديو في لي كومونتير تاع الناس تلاقى الأسئلة وتلاقاني مجاوبهم ممكن تستفاد منهم، حتى لي كومونتير ممكن تستفادوا منهم خاوتي. يا عليكم خويا مرحبا بك. شوف حاجة الأولى خويا نسقسوك عليها، أنت نوع الملف تاعك اللي دفعته أسكو كوميرسون ولا سالاري ولا شي عندك ملف باش نزيدو نطرحوا عليك أسئلة ويستفادوا منهم خاوتنا إن شاء الله. السلام عليكم، انا الملف تاعي هو تاجر، انا عندي ريجيست كوميرس حلو، راني من 2013 معه، دفعت في 2020 وما كنتش مخدم الكونت، عطاوني رو في 2 و 3 والحمد لله تبعت النصائح تاعك هذوك مع المومو كيف كنت تدير وكنت نعيط كنت تقول لي كيفاه دير، الحمد لله جاب ربي. ايوا الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. دروك قول لي خويا حمبوك الريجيس كوميرس اللي عندك تاعك باش اللي عندهم لاكتيفيتي كيما انت يحاولوا يديروا كيما درت انت، الريجيس كوميرس تاعك تاعك وشحال درت في السيفا تاعك شحال فيها؟ الريجيس كوميرس تاعي عندي انا ملابس واحذيه وعطور وماء والتجميل، ريجيس تاع اوم كي شغل عندي حانوت تاع قش تاع رجاله، والسيفا عندي في السيفا داير فيها 54 مليون ديكلاري 54 مليون شو الحمد لله. انا كي عطاوني الفيزا الحاجه الاولى اللي تفكرت خويا إليس هذا اللي العام اللي فات دار لك الفيديو تاع الفيزا تاع سما قول سما
كيف كيف انا وياه بديت الموفمون تاعي في تاع الدينار في اكتوبر، بدات خدمت 6 موا كيما كان كيما كنت تقول لنا كنا ندير. تما تبعت الحمد لله، هذا دليل على انه هاد الفيديوهات اللي رانا نديروهم ماشي شكيل ولا غير باش نديروهم باش نديروهم، راكم تسمعوا بودنيكم. يعني الانسان هذا تبع الفيديو تاع العام اللي فات الياس وقاعد يتبع عليه، كيما ممكن واحد اخر يتبع الفيديو تاع خونا هذا وممكن يستفاد منه تاني. احنا دائما نقول لكم خاوتي نديروا فيديو باش انتوما تستفادوا منه، ماشي نديروا فيديو باش نديروا فيديو ولا باش نجيبوا نسبه مشاهده ولا باش نهضروا ولا لا. والاخ هذا الله يبارك زعما كفى ووفى، ما خلاليش انا نهضر زعما، ما شاء الله عطانا كاع المعلومات. وسمحوا لنا غادي يجي الفيديو شويه طويله. صاحبي شوف ماذا بيك زيد تشرح لنا شويه في الحساب البنكي، الترويج تاعك كيفاش درته بالتفصيل، باسكو علاش هذا السؤال مازال يجون عليه اسئله بزاف خاصه لي كوميرسون. ماذا بيا خويا تزيد تشرح لنا كيفاش درت. بون السلام عليكم. شوف انا عندي ريجيس كوميرس، اني فاتحه من 2013. ريجيس كوميرس تاعي عندي تاع ملابس واحذيه عطور ومواد تجميل، داير في السيفا تاعي، سيفا تاع الريجيس داير فيها 54 مليون مديكلاريها انا في العام. تاع الدينار، انا الموفمون تاع الدينار شوف كنت انا دائما في الشهر ندخل دو فوا، مثلا ندخل انايا في الكاتورز في الشهر ونعاود نروح نجبد مثلا في الفا ولا نجبد، ما نجبدش لاصون في الدخله الاولى، ندخل مثلا 8 ملايين ونجبد مثلا 2 ملايين ونص، نخلي الاخرى نعاود نخلص بالسي بي مثلا تري سيتي، نعاود في الفينتويت نعاود نزيد ندخل مثلا 6 ملايين و200، نعاود في الشهر الجاي في البرومي في الدو في التروا نعاود مثلا نجبد مليون و700 مليون و800، نعاود نخلص مثلا تليفون بالسي بي، انا كان عندي كارت تاع سي بي كنت نخلص بها هذو الصوالح، نفليكسي بها نخلص بها التري سيتي نخلص بها الماء نخلص بها التليفون، كاع هذو الصوالح انا تاعي تاع الدار خلص بهم. وخطرة التالية خلصت بها الكاسنوس، مثلا الكاسنوس خلصتها بها بسي بي تاعي، والكاسنوس انا معاهم اجور من 2013 معاهم اجور، لي زامبو فاني معاهم اجور. زيد شنو نحكي لك، المهمو تاع الدينار كنت ديرها كيما هكا، مثلا ندخل 2 خطرات في الشهر ونجبد 4 خطرات، ولا في السيفا داير 54 بصح ندخل 6 ملايين 7 ملايين ما نفوتش انا 10، هذيك دائما في الشهر ما نفوتهاش 2 خطرات صافي يطيحوا لي واحد 12 مليون في الشهر. انا كنت نخدمه كيما هكا وماشي ندخل كاع دائما نفس لاصوم، مثلا ندخل 6 الخطره الجايه ندخل 4، مهم دائما يطيحوا لي 9 10 في الشهر نكون مدخلها. هذه هي لاصوم تاع والاورو ما درتلوش ترويج خويا، انا الاورو درت غير اديستاسيو دو روتري، ما درت لا الموفمون تاعو ما والو، درت اديستاسيو دو روتري وخرجتها ودخلتها نورمال صافي، دخلت 2000 وكي سقسيت قلت لك شحال عندي شيف دافير، قلت لي بين 2200 حتى 2300 2500. انا شا درت دخلت 2360 اورو، ومن بعد كي جيت خرج غير ادي، قلت له اعطيني اديستاسيو دو روتري. وفي الموفمون تاع الدينار خرجت 6 شهور حتى انا كنت خلص سي بي، حتى الخطره التاليه اللي خرجتها كي قبلت الرونديفو خرجت لي حتى تاع الرونديفو هي التاليه تاع 6 موا من اكتوبر حتى لمارس، انا دفعت في الفا مارس دفعت في 5 افريل ردوا لي الحمد لله، عطاوني شهر في 45 يوم 45 يوم صافي في الشهر. دفعت مع شوف في الـ في الـ في الـ في الدوسي تاعي دفعت الميزاجور الاولى كيما قلت لنا، دفعت الاولى شوف درت الفوتوكوبي تاع الريجيس والفورميلار، ومن بعد كي نشزت زدت انا الحمد لله متزوج عندي دراري درت الفيش فاميليار، ومن بعد كي نشزت زدت معاهم تاع الكاسنوس وتاع النيف والنيس والديكلاراسيون ديكزيستونس، هادو درت لهم فوتوكوبي، والاخرين عطيتهم كاع الاوريجينال حتى لا سيرونس عطيتها الاوريجينال. دفعت
هذو قاعد دفعتهم اوريجينال، قاعد دفعتهم ما غير النيف والنيس وديكلاراسيون ديكزيستونس اللي دفعتهم فوتوكوبي. قالت لي ودي ما تسحق، قلت لها ما تسحق والو، دي عليا كل شيء. قلت لها ديو معليش اوريجينال، دات عليا الاوريجينال الحمد لله، وال زيد ريزرفاسيون دوتيل كونفيرمي، لاخاش درت واحد ريزرفاسيون اوتيل عاد واحد وخد اخر وخدمها ليش كونفيرمي، كعيط في التليفون ماشي كونفيرم، عاود درت عاد اجونس خد اخرى وكونفيرميتها، درتها كونفيرمي، درت تيلكس بي ودرت ريزرفاسيون دوتيل كونفيرمي وتيلكس بي ولا سيرونس، هذو قاعد دفعتهم الاوريجينال زيد. واني في 13 قلت لك اني في 11 عام تاع ريجيست اخي دروك غادي ندخلوا في الـ في الـ في الدوسي تاع الفيزا تاعك. قبل ما نبداو في الدوسي ماذا بيا اخويا تقولنا الرونديفو كيفاش جبتها، اسكو كان صعيب كان ساهل، طولوا لك ما طولوا لكش، خاصنا نعرفوا غير هاد الصوالح اللي الناس راهي تسال عليهم على لي رونديفو. جيتي في الحاجه المهمه كاع، الرونديفو خويا تامني بالله يا خويا مراد لا هو اللي صعب كاع بزاف. الرونديفو انايا كنت عندي بيسي في الدار، كل شغل كنت نرقد به ونوض به البيسي هذاك، شهرين وانا نتبع في الرونديفو والله ما حكمته شي ما نكذبش عليك، كيش تروحي طولت جونفي فيفري قاعد معاه الرونديفو والله ما حكمته، نظل مقابل البيسي والله ما حكمته، وعيت ومن بعد كينا رحت لاجونس وشريت رونديفو ما نكذبش عليك، شريتها 1,700,000 رونديفو. والموفمون دينار قلت لك درت سي موا في درت سي موا تاع دينار وخرجت رولفي كاع تكونت، خرجوا لي ثلث اوراقي الله يبارك زعما كي تشوفهم عمروا لك عينك، وخرجت مع اديستاسيو دو سولد عطاني بكاشيا في زوج تفعت كاع كل شيء اوريجينال. واش نقول لك؟ الحمد لله نشكر ربي سبحانه هو الاول، الحمد لله الحمد لله، ثم انت والله لا تبعنا النصائح تاعك، كنت نتبع كاع لي فيديو، اي فيديو ديره ما زلت الدركه راني نتبع في لي فيديو تاعك، اي حاجه ديرها غير تدخل نسمعها، والحمد لله اللي يتبعك امني بالله لا اش نقول لك، والله يتبعك حاجه بحاجه، اي حاجه يحتاجها يسيبو في لي فيديو، يتبع حاجه بحاجه يلقاهم. الحمد لله خويا الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. شوف خويا زيدنا معلومات على شحال قعدوا باش ردوا لك خويا، باسكو غير باش نعرفوا شحال راهم يقعدوا باش يردوا للناس اللي راهم يعطوهم الفيزا. وانت اسكو دفعت على وهران ولا على اجي؟ على حساب اللهجه تاعك باينه بلي دفعت على وهران، والله اعلم. عندي انا كنت دفعت لو 20 مارس، لو 20 مارس دفعت وردوا لي سما اليوم ريكيبيريت الباسبور انا، قعدوا لي سما واحد 16 يوم ما نكذبش عليك، كنت خايف الضربه الاولى شغل اللي دفعوا معايا شفتهم عطاوهم الروفي بزاف، واحد انا دفع معايا مثل مسال كي عيط له قال لي مازال سما جبنا ريكيبيرينا الباسبور غير كيف كي عاود عيط له هو قال لي الحمد لله عطاوني، هو عطاو له فاميليا الحمد لله، هو عطاو له فاميلا عطاو له، وانا الحمد لله مو رافاني غدا من ذاك كيما اليوم راني عاود عطاوني، دفعت لو 20 مارس ريكبيريته اليوم. وزيد شديد ما نقول لك دفعت انا على وهران كشغل، على وهران انا كشغل انا متيرت ودفعت على وهران. ايوا الحمد لله الحمد لله خويا الحمد لله اللي عطاوك وبارك الله فيك على المعلومات كاع اللي عطيتها، انا راك كفيت ووفيت خويا ان شاء الله بربي ناس واحد اخرين اللي عندهم دوسي كيما تاعك يستفادوا منه. نقول لك بارك الله فيك ومرحبا بك تاني خويا، توجو تحقق اي حاجه ولا مرحبا بك خويا والسلام عليكم. باش نقول لك خويا مراد بارك الله فيك الله يجازيك، واش جيت نقول لك انا دفعت شغل في فاميليا راه هذه اللي زادت شغل دعمتني الحمد لله، شغل انا متزوج وعندي دراري الحمد لله يا ربي. واش نقول لك بارك الله فيك الله يجازيك، وبغيت نسقسيك الخطره الجايه ان شاء الله الى كتب ربي ان شاء الله اسكو تاع خاصني شغل، بغيت نروح انا في الباط واش تقابلك، بغيت ندي اللوطو تاع خويا عاود بها يكتب لي في اسمي ونديها ونروح ونعاود نولي، ولا نروح في الطياره خير. صاحبي ما كاينش فرق بين الطياره ولا في البابور، واللي رحت فيها رحت فيها، المهم تروح تحترم الفيزا تاعك، سي الخطره الاولى ما تقعدش بزاف، سي كيما نقولوا ما تحرقش في لي ترونسبور تما، ما ديرش مشاكل، سير على اسبانيا ماشي سي بالصفه عليك، روح على اسبانيا ولي على اسبانيا باش المره الثانيه اخويا كي تدفع الفيزا تاعك ويشوفوا ما عندكش مشاكل روحت ما طولش لاخر منا هاكا يعاودوا يعطوا لك الفيزا وتولي شغل زبون عندهم وتولي كل ما تدفع يعطوا لك خويا ربي.
خاوتي سمحونا طولنا عليكم شوية في هذا الفيديو، نعاود نذكركم فقط الإنسان ما دار جام ولا يدير نجام، ونقولكم إن شاء الله بربي غدوة نضربكم موعد واحد آخر إذا كان عندنا وقت ندير لكم لايف مع الصباح كيما مداري، ما كانش عندنا رانا ندير لكم لي فيديو هادو تاع الناس اللي تحصلوا على الفيزا. أي معلومات ولا حاجة بغيت تعرفوها ولا تاني خلونا في لي كومنتير، حنا اللي نجمعوا عليها رانا نديروها. خوتي نقولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم، وسامحونا خاوتي.